العراق، ما تعتقد فشلت في ظل ما قامت به في العراق؟ ودوما فشلت أمريكا، فشلت فشلا كبيرا في تحجيم الحضور الإيراني في العراق. وأمريكا أدركت أنها منذ البداية، منذ 2005 أدركت أن الذراع الإيرانية والأدوات الإيرانية أكثر فاعلية وأقوى، وبالتالي هي اختارت مبكرا أن تترك للعراقيين هذا القرار من خلال عملية ديمقراطية، تترك للشعب قراره في إيصال الحكومة التي يريد. وفي ذات الوقت هناك حصلت لدينا في العراق منذ 2005 هناك توجهان، أمريكا اختارت تعزيز وبناء الدولة، إيران اختارت بناء السلطة. وبالتالي إيران عندما استطاعت أن تؤثر في بناء السلطة بشكل كامل، والسلطة في العراق اليوم لن تأتي بين ليل وضحاها، وإنما هي سلطة جاءت عن طريق دستور كتب بأيادي عراقية، وهذه الأيادي العراقية هي التي رعت الانتخابات واستطاعت أن تدخل إيران عبر صندوق الاقتراع وعبر التلاعب في الدستور إلى عمق الدولة العراقية. هذا نجح سياسيا، إيران كانت أنجح في الدخول إلى الواقع العراقي من إمكانيات أمريكا. أمريكا كانت تريد بناء دولة بشكل يعني تعتقد أن العراقيين سيشاركونها بناء مشروع الدولة، ولكن تبين أن العراقيين كسياسة شاركوا إيران مشروع بناء السلطة، وبالتالي الشراكة العراقية الإيرانية في بناء السلطة كانت أقوى من الشراكة العراقية الأمريكية في بناء الدولة. هذا